المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاها ولا حد بعض المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاها ولا حد انقصر الدرب ما يبغى ضعيف البصر هزع العزوم اللي يهرول فسعى ويضيع حزة العسر يا هاجسي وجه الخصوص دق من وجه العموم وانا بشر واشوف والانسان لا وجهة نظر احدن يا عوم البحر واحد في البحر يا جزي عوم واللي ما يعرف للبحر حذرا لا يغرق في البحر يا صاحبي والله ماني طالب شيء معدوم المعرفة لها ضوابط ما يكنسلها العذر اللي ما يقف ما رفيق لا حضر وقت اللزوم وقت الغنى الله يغني عنه والدنيا عبر ما للجمال غير طلقين المحيا والقروم الليل يا ضاق الدهر تسطي على ضيق الدهر والصامم اللي يشتري في السوق لو غيره يسوم والغالية يفرق في سامتها ولو زاد السعر واللي تثنى دونها يا الله جاله ما يقوم هذاك لا تحسب عليه اليا ظهرنا بالقشر واهل الوفا ترف ولا فيها علامة وسوم وقفاتهم تنبيك عنهم كل ما شان القدر والهرج ما يغني ولا يشبع ولا ينصر خوم أكبر دليل الغرب لولا عقب ما كانت مصر والصبر مفتاح الفرج والعدل حلال الخصوم والرجل يا طيب يا من تحلى بالصبر طلبت بني عمك لا ترخص والليالي ما تدوم إن كان ما تحرجك عطها واحتسب فيها لجر بعض المواقف دونها لا يقنعك حب الخشوم خير من قصر المهون عزك بوسط القبر معك يا لين تصل عند زرقة السهوم ما دامها ما هي معك فاضرب متاهات الخطر والرحلة اللي كلها ذهب ما فيها قدوم لا تحسب اللي ودعك فيها نشوفك ينتظر أقولها في بيوت شعر تختصر كل العلوم وانا بشر واشوف والانسان له وجهة نظر أقولها في بيوت شعر تختصر كل العلوم وانا بشر حد يمشي لين اقصاها ولا حد بعض المواقف تجرح الرجال وجب العلوم والدرب حد يمشي لين اقصاها ولا حد انقصر الدرب ما يبغى ضعيف البصر هزع العزوم اللي يهرول فسعى ويضيع حزة العسر يا هاجسي وجه الخصوص دق من وجه العموم وانا بشر واشوف والانسان لا وجهة نظر احد يا عوم البحر واحد في البحر يا جزي عوم واللي ما يعرف للبحر حذرا لا يغرق في البحر يا صاحبي والله ماني طالب شيء معدوم المعرفة لها ضوابط ما يكنسلها العذر اللي ما يقف ما رفيق لا حضر وقت اللزوم وقت الغنى الله يغني عنه والدنيا